وسهلا يا أصدقائي، لقد اشتقت إليكم. هل تتذكرون حكاية المرة السابقة؟ نعم، تكلم كل أصدقاؤنا الحشرات عن حلمه على شاطئ البحيرة، واليوم ستستمر حكايتنا الممتعة. هل ننطلق في رحلتنا بقلوب متطلعة لمعرفة الحكاية؟ انتهى الخريف وجاء الشتاء، ونزل الثلج الأبيض من السماء، وصنع أصدقاؤنا رجل الجليد في هذه الناحية. يا أصدقائي، إذا انتهيتم من صنعه تعالوا لهذه الناحية. نعم سنذهب، نحن صنعنا هذا، ما رأيك؟ أنتم جمعتم قواكم وصنعتم رجل الثلج الرائع هذا، حقا رائع. صحيح، هيا نرسم شجرة الشتاء. شجرة الشتاء سقطت كل الأوراق وتكون الفروع كثيرة هكذا. هيا نرسم فروعا كثيرة. وهنا سنرسم رجل الجليد. ونقوم برسم قبعة هكذا. ونرسم الملامح. وبخط هكذا نرسم كأن الثلج تراكم قليلا على الأرض.
ونرسم أيضا الثلج الذي ينزل من السماء. الثلج أصلا لونه أبيض، ولكني أريد أن أرسمه بألوان متعددة. هيا يا أصدقائي، تخيلوا وارسموه بالألوان التي تريدونها. وهكذا رسمنا الثلج بألوان متعددة. وبعد ذلك نعد الألوان المائية. ثم نلون الشجرة أولاً. ألوان الشمع فاتحة جداً وتظهر بشكل جيد. وبعدها نغسل الفرشاة. ونلون الأرض. ما رأيكم؟ أيبدو مثل الثلج البارد؟ وبعدها نغسل الفرشاة مرة أخرى ثم نلون السماء. ماذا عن تلوينها بلون وقت المساء بشكل خفيف؟ وبالتالي تظهر كرات الثلج بشكل جميل جداً.
ونخلط اللون البنفسجي بشكل خفيف. وبهذا نعطي شعورا خفيفا بظلام المساء. وعند التلوين بالألوان المائية أحيانا نلون هكذا، ولكن يمكن التدليك هكذا بالماء فقط. نعم يا أصدقائي، انتهينا من رسمتنا اليوم. ما رأيكم في محاضرة اليوم؟ انقضى الخريف وجاء الشتاء ونزل الثلج الأبيض من السماء. هل سبق أن صنعتم رجل جليد يا أصدقائي؟ حاولوا تذكر لحظات صناعة رجل الجليد وقوموا برسمها باستمتاع. وليس من الواجب تلوين الثلج باللون الأبيض، يبدو الثلج رائعاً بألوان زاهية. نعم، وتطلعوا لنتقابل المرة القادمة أيضاً. إلى اللقاء.